بعد أدائه الخرافي سبعة حقائق قد لا تعرفها عن إبراهيم دياز. قدم إبراهيم دياز واحدة من أفضل مبارياته خلال مسيرته الكروية عندما قاد ريال مدريد للفوز على لايبزيج ضمن لقاءات دور 16 من دوري أبطال أوروبا. ولعب دياز كأساسي في تلك المباراة نظرا لغياب النجم جود بيلينغهام المصاب لكي يكون خير بديل للنجم الإنجليزي. هناك بعض الحقائق التي قد لا تعرفها عن اللاعب صاحب الأصول المغربية وسنتعرف عليها الآن. مولده ونشأته. اسمه كاملا هو إبراهيم عبد القادر دياز من مواليد مدينة مالاغا الإسبانية وبالتحديد بالأندلس، وذلك في 3 أغسطس 1999 ويبلغ حاليا من العمر 24 عاما. الأب والأم والأهل. ولد إبراهيم من أم إسبانية وأب مغربي، وحتى الآن لعب لمنتخب إسبانيا في كل الفئات العمرية ومثل المنتخب الأول لمرة واحدة وسجل في تلك المباراة هدفا. تشير بعض التقارير إلى أن جد إبراهيم دياز هاجر من المغرب إلى إسبانيا وعاش لفترة في مدينة مليليا حتى استقر هو والد إبراهيم في مالاغا، وهو الابن الأكبر وله 3 شقيقات. تمثيل المغرب. تنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم أن اللاعب يستطيع تغيير جنسيته الرياضية في حال لم يلعب أكثر من 3 مباريات مع بلده الأول، ولهذا فإن إبراهيم يستطيع تمثيل المنتخب المغربي حتى اللحظة. في 27 يناير 2023 قرر إبراهيم دياز تمثيل منتخب المغرب رسميا وتغيير الجنسية، وفي أكتوبر من نفس العام ذكرت صحيفة ماركا بأن إبراهيم سيمثل أسود الأطلس بعد أن حل بعض المشاكل التي تخص أوراق تغيير الجنسية، ولكن منذ ذلك لم يتم الكشف عن سبب غيابه عن المغرب. حب كرة القدم. أحب دياز كرة القدم مبكرا جدا وانضم إلى بعض مدارس الكرة للهواة في مدينة مالاغا، حتى اكتشفه أحد الكشافين لنادي مالاغا وانضم لأكاديمية النادي منذ عام 2010 وحتى 2015. كان ملفتا للغاية بسبب صغر حجمه، وكان الجميع يطلق عليه بميسي الجديد، حتى انتقل إلى أكاديمية مانشستر سيتي في سنة 2015 بمبلغ قيمته 200,000 باوند. وبعد عام واحد تم تصعيده للفريق الأول وخاض أول مباراة في مسيرته مع السيتيزنز في 21 سبتمبر 2016 كبديل، ثم وقع على أول عقد احترافي لمدة 3 سنوات. شرط غريب في عقده. بسبب وجود العديد من النجوم في مانشستر سيتي كان إبراهيم يرغب في تمثيل الفريق الأول ليرحل في يناير 1919 إلى ريال مدريد بقيمة 17 مليون يورو مع بعض البنود في عقده منها الكثير من التحفيزات قد تصل بقيمة الصفقة إلى 24 مليون يورو ونسبة إعادة البيع في حال رغب ريال مدريد في بيعه وهي 15% لكنها تصل إلى 40% لو رحل إلى مانشستر يونايتد. قصد الألقاب. ستصدم عندما تعرف أن دياز احتسب له العديد من الألقاب بالرغم من قلة مشاركته، منها الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لنفس الموسم والدرع الخيرية سنة 2018، وحقق لقب الليغا الإسبانية 2019-2020 قبل الرحيل على سبيل الإعارة إلى ميلان ليحصد لقب الدوري الإيطالي 2021-2022، ويعتبر هذا اللقب هو الوحيد الذي شارك فيه كنجم من نجوم الفريق بجانب كأس السوبر الإسباني الذي حققه قبل أشهر قليلة مع النادي الملكي. يضحي من أجل مدريد. كشفت العديد من المصادر أن إبراهيم دياز خاض العديد من المباريات وهو مصاب هذا الموسم مع ريال مدريد، منها مباراة لاس بالماس وجيرونا في جولات الذهاب بالدوري، وكان مصابا أيضا في أحد أضلاعه ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الذي أقيم في السعودية، ولعل صور احتفاله بالهدف الخامس في المباراة خير دليل على ذلك. بعض المصادر أخرى تقول أن الإصابات ليست عضلية ومن المفترض أن لا تؤثر على مسيرته، والآخر أكد أنه بالفعل أنه يفعل المستحيل لكي يحجز مكانا أساسيا في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي. وفي نهاية الفيديو لا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك.
كان معكم نور الدين طياش من صفحة وقناة تاكتيك كرة القدم.